فكره الاكل بالذات مني تدخل جوه على فكره لا انت ما تصوره كده في بعديها لي بس طلع بقى لسه لايف لايف تم وضع جثمان الفنانة دلال عبد العزيز حاليا في عربية نقل الموتى زي ما حضراتكم شايفين، بس يعني هو العربية داخلة، السيارة داخلة جوه المبنى. بس هي خرجت من المغسله؟ لا ده هم بدل جابوا العربيه ناحيه هم قربوا العربيه؟ بس هم بيركبوا عربيات دخلني جوه اديك 20 جنيه دخلني جوه اديك 20 ركبني وعامل عربيه اديك 100 50 عشان تبقى لك فتره دخلني جوه انت معايا ده ب 20 جنيه لا انزل بقى مع الباب انا عشان ما I'm going to go to the hospital.
حضراتكم شايفين كتير من الفنانين. طب هنجيب لما اجي جنب يلا عشان هم مين الفنانة الراحلة اتحركوا بعد وضع الجثمان في السيارة نقل الموتى. خدوا ما عندهوش خد العبروت طب انا هرجع اهم على الفيس اول خش يا راجل انا هطلع حاول اتكلم ما خش خش انا بسرعه انا يخرج الآن جثمان الفنانة دلال عبد العزيز في سيارة نقل الموتى. الآن يتم خروج جثمان الفنانة دلال عبد العزيز في سيارة الموتى بصراحة. زي ما حضراتكم شايفين الفنانة إيمي في مقدمة السيارة. متابعين معاكم. تم الآن تحرك الجثمان في اتجاه مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس. الفنانين خلف الجثمان خلف سيارة نقل الموتى والجثمان زي ما حضراتكم شايفين. عدد كبير جدا من الفنانين والمحبين للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز. شايفين جنازة مهيبة. عدد كبير جدا من السيارات خلف الجثمان متجهين الى مسجد المشير لاداء صلاة الجنازة. هنكون معاكم بعد قليل من مسجد المشير طنطاوي لنقل وصول الجثمان واداء صلاة الجنازة لتشييع جثمان الفنانة لمثواها الاخير بجوار حبيب عمرها الفنان الراحل سمير غانم. كونوا معنا. كنت معاكم هديل البنا. شكرا لحسن متابعتكم والى اللقاء.